ما أبغى أكلم مع الوزير، أنا أبغى أكلم الخبير العقاري، الخبير المالي ماجد الحكيلي. أجل شوي مع الوزير. تسلم. وش وضع السوق؟ يعني أنا أريد أن أعرف منك وضع السوق العقاري، كيف اتجاهاته، كيف المخزون العقاري، كيف المعروض العقاري. يعني أبغى أفهم منك أنت كيف شايف حركة العقار والتمويل في السعودية، خاصة العقار. أنت بتشتري ولا بتبيع؟ على حسب توصيتك. اسمح لي أني بس أركز على العقار الإسكاني بحكم يعني تخصصنا فيه. العقار الإسكاني في المملكة السعودية شهد يعني تحولات كبيرة في العرض وفي الطلب وفي التنظيمات، وهذه ثلاث محاور إذا سمحت أركز عليها بشكل يعني أوضح. من ناحية العرض، السوق السعودي نما يمكن خلال كل سنة كان ينمو تقريبا أو يخرج محداته 370 ألف تدخل وحدة سكنية في السوق. 370 ألف متوسط، 370 ألف سنويا تدخل وحدة في السوق بالعرض. تقريبا وصلنا اليوم إلى 6 مليون 900 ألف وحدة سكنية موجودة في المملكة العربية السعودية. الحين كم وحدة موجودة؟ 6 مليون و900 ألف وحدة سكنية. طيب. 6 مليون و900 3 مليون و600 ألف تشغلها أسر سعودية، تقريبا 2 مليون تشغلها أسر غير سعودية، وتقريبا الشاغر في حدود 1 مليون.